ابغى اتبرع بدفع 100 ريال 100 دولار، كيف الآلية كيف الطريقة اللي اسهل شيء ممكن يكون اونلاين، وما بعرف اذا هلا الزملاء فيهم يمرقوا يمكن موجودة. الموقع يلي هو zakat.unhcr.org zakat.unhcr.org، بس بتفوت التفاصيل وبتختار المنطقة يلي انت بدك تساعد فيها والمجموعة اللي بتساعدهم، ونحن بنأكد انه هذه الاموال حتصل لمستحقيها. اليوم في عنا محمد 24 عائلة لاجئة، كل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بحاجة ماسة مبارح قبل اليوم للمساعدة. هلأ هني نحن عنا عائلات أكيد أكثر بكثير هني بحاجة لمساعدات، ولكن الأكثر حاجة في المنطقة صحيح هو بالضبط zakat.unhcr.org. فالتبرع عبر هذا الرابط بيساعد 24,000 عائلة، الهدف هو نوصل ل 24,000 عائلة إن شاء الله من هون لآخر شهر رمضان. يعني عم نطمح إنه نقدر نسكرهم حاجاتهم الأساسية. اليوم كمان زدنا مثل ما كنت عم بقول من شوي موضوع الروهينجا، كنا ما زايدينه قبل. ليش؟ لأنه نحن اللي بنعمله بنشتغل على مع زملائنا في الفيلد أو في الأرض، نتأكد بأنه الأموال تصل مباشرة. يعني بياخدنا شوية أوقات وقت لحتى نتأكد أنه العملية شفافة وموثوقة، وحتى الحساب يلي بيوصلوا الفلوس هو حساب ما فيه فائدة، يعني حتى نتأكد كمان أنه الأمور إذا بدك شرعية 100%. تمام.